السلام عليكم متابعين قناة كات كام ماروك. إن شاء الله اليوم غادي نخدمو سميتو تفصيل ديال البيكارة إن شاء الله في السوليد ووركس. نشوفو بأسهل نصيبو بطرق سهلة اللي نصيبو بالزربة باش ما تعطلش في الخدمة ديالك، حيت كاين لي كليون باش تصيب ليه بالزربة ديالو. إن شاء الله كيما غادي تشوفو معانا غادي نتبعو الطريقة كيفاش. الله يوفق الجميع، نتمناو الدعم ديالنا، تشجيع لايكات و تبارطاجي و لي تفرج في الفيديو. نتمنى يشارك معنا في القناة. بسم الله على بركة الله. بيس اوكي بون دوفاز. ناخد واحد السيركل الديامتر ديالو 100، خرج من الاسكيس، دخل بار بوشاس اكس 3D. مينيمون ايبيسور ديرولي واحد 5، اسكيس واحد سيركل 10، غادي ندير كونتيني اجيست هذا وهذا فونكسيون اكس 3D. مزيان اختار على هذا شحال من مرة، 12 ندير ثم 20 22 مزيانة. تشوفوا اسكيس سيركل ديامتر ديالو 70، وواحد ديامتر ماشي 70، 80 ديامتر، 60 فوالا، واحد الارك 3 بوان. لا وين الماكسيموم اللي غادي نعطيه؟ 8 باش نسهلو الخدمة. واحد اللينك ميموا رجع 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 رجع، درنا بعيد بزاف. عاود هذا الارك كوباسيو 8، سيميتريك لينك لينك ضروري. هاد اللينك ضروري تعطيه باش ملي غادي تعطيه ميموار. فوالا اجيستي هذا هذا وهذا ناخذ ناخذ واحد الرايو واحد الرايو هنايا يكون فيه واحد جوج 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 اوكي فونكسيون اكستريتي ستة
اوكي اسكيس خمسين اكس 3 دي واحد جوج نلبسو واحد الكون واحد الرايو في واحد خلينا ناخذ واحد راي اخر هنايا هنايا تكون صفر تسالى خمسة ميني صفر تسالى خمسة اوكي سميشو ناخذ واحد واحد الرايون فيه صفر فاصلة جوج اسكيس فونكسيون هكذا كي يكون سالة البياسة من الدرس يعجبكم اليوم و ان شاء الله مزيد من التألق.